شو هي الدروس اللي مطلوبة بالبيولوجي لصف علوم الحياة سنة 2023 2024؟ بكل صراحة لهلا ما بعرف، لأنه نحن ناطرين قرار المركز التربوي يلي ببداية كل سنة بيكون عم بعمم عنده على الموقع الرسمي وكمان على المدارس شو هن الدروس يلي رح تكون مطلوبة هيدي السنة. بهيدا الفيديو رح كون عم خبركن عن الدروس يلي معقولة تكون مطلوبة هيدي السنة، واعتمادي رح يكون على قرار المركز التربوي بسنين يلي قبل، وكمان أكيد على خبرتي. مرحبا، أنا مس سهى، معلم بيولوجي من 2005، وهدفي مش بس إنه طلابي يفهموا البيولوجي، يدرسوه بالطريقة الصح، يتعلموا كيف يجاوبوا على الأسئلة ليوقفوا يخسروا علامات بالامتحانات الرسمية، والأهم من هيدا كله ينقبلوا بامتحانات الدخول للجامعة والاختصاص يلي هن بيحلموا فيه. هلأ أنا وياكن رح نرسم الخريطة يلي رح تمشوا فيها بالبيولوجي بهيدي السنة. Chapter number 1 رح يكون Basic Mechanisms of Sexual Reproduction. بهيدا الشابتر رح تكونوا عم تتعلموا أجزاء والفانكشن تبع الميل والفيميل ريبرودكتيف سيستم بطريقة كتير علمية. رح تشوفوا قد ايه في فرق بين الميل والفيميل ريبرودكتيف سيستم، شو الفانكشن تبع كل واحد منهم. رح تتعلموا كمان عن ميتوسيس ميوسيس، بصراحة هو الميوسيس اللي مطلوب، بس أنا بتأكد أني أشرح الميتوسيس للتلاميذ لأنه رح نعتازها بعدين بسبرماتوجينيسيس وجينيسيس. سبرماتوجينيسيس هو كيف الميل بيقدر يصنع سبرم سيل، وجينيسيس كيف الفيميل بتقدر تصنع الأيج، ورح تشوفوا قد ايه في قصص بتصير بجسمنا نحن ما معنا خبرها، ورح تاخدوا كمان فكرة عن الفرتلايزيشن. Chapter 2 Transmission of Genes and Genetic Recombination. هلا بهيدا التشابتر من وقت كورونا يلي كان عم ينطلب هن اول اثنين دوكيمنتس 1 اند 2، اما 3 4 عم بيكونوا ملغيين. دوكيمنتس 1 اند 2 رح تكون عم نحكي عن الجينز القليل، الترانزميشن، دوميننس، كودوميننس، انكمبليت دوميننس، اشياء المفروض التلميذ بيعرفها من صف التاسع، بس كمان من وقت كورونا هيدي المفاهيم كانت عم تنلغى بالتاسع. ف كتير عادة إذا أنتم حسيتوا أنه أنتم ما بتعرفوا تشتغلوا اكسرسايز، ما بتعرفوا شيء عن هيدا تشابتر، رح تكونوا عم بتبلشوا بالصفر بهيدا تشابتر بصف علوم الحياة. Chapter 3 Genetic Variation and Polymorphism. هيدا التشابتر يعني في يقول 95% منه رح يكون كتير جديد عليكم، إلا إذا السنة الماضية لحقتوا تاخدوا الميوتيشن بصف البكالوريا العلمي. رح نحكي بهيدا تشابتر عن الميوتيشن الدي ان اي، لما يصير في مشكله كيف هيدي المشكله بتترجم بالفينوتايب، كيف اذا مشكله صغيره بالدي ان اي سبستيوشن او تغير وحده من البيز، كيف معقوله البروتين تبطل تشتغل وهيدا الانسان يصير في عنده مرض وراثي. رح تكونوا كمان عم تتعلموا الفينجر برينت، دي ان اي فينجر برينت، كيف بقدر احدد انه هيدا الولد جاي من هيدا البي، باترنتي تيست. رح تكونوا كمان عم بتشوفوا كيف العلماء قدروا يتوصلوا ليعرفوا وين موقع الجينز على الكروموزومز. كتير حلو هيدا التشابتر، بالاول رح تكونوا عم تلاقوه شوي غريب شوي صعب، بس لما بتبلشوا اكسرسايز رح تكتشفوا قد ايه هو حلو. Chapter 5 ويلي رح تقضوا وقت كتير كبير فيه Human Genetics. هيدا التشابتر يلي كل سنة نحن بنكون أكيدين 100% أنه رح يجي عليه سؤال بالامتحان الرسمي أو سؤالين، يعني علامتكم رح تكون بهيدا التشابتر يا ربع العلامة يا نص العلامة بالامتحان الرسمي. هيدا التشابتر كتير مهم وكتير حلو، رح نكون عم نحكي عن شجرة العيلة، عن البديجري، كيف بينتقل المرض، إذا هو أوتوزومال، جونوزومال، دوميننت، ريسيسيف، كيف منجيب الجينوتايب، رح نحكي عن كروموزوم الميوتيشن، كيف الكاريوتايب، كيف بيكون في مشكلة بالكروموزوم، كيف هيدا بيأثر على الأولاد، وفي جزء كتير حلو نحكي فيه عن البرينيتال دايجنوسيس أو تشخيص ما قبل الولادة.
خلينا نروح على الـ chapters 6 and 7. عم نحكي عن immunology. وعلى فكرة قبل ما أقولكم شو رح تاخدوا بالإيمينولوجي، بليز بليز ما ترضوا على حدا بقولكم الإيمينولوجي كتير صعب، مش مظبوط. الإيمينولوجي لما تبلشوا فيه رح تحسوا حالكم كتير information، وبعدين لما تنتقلوا لتشابتر 7 رح تبلشوا تلاقوا انه فيكم تحلوا عليه. سو كمية المعلومات الكتير كبيرة رح تخليكم تحسوا بالأول انه انتم ما عم تقدروا تجمعوا هالمعلومات. اذا درستوا بالطريقة الصح رح تحسوا انه الايمونولوجي مثله مثل الجيناتكس، فيكم تجيبوا عليه علامات كتير عالية. رح ندرس عن الوايت بلود سيلز، رح تشوفوا كيف جسمكم بحارب حيلا انترودر بفوت لعنده شو ما كان، وقديش جهاز المناعة افكتيف عم بحارب كل بكتيريا كل جرم كل فنجس بتفوت على جسمنا. والدليل انه نحن لهلا بعدنا عايشين، والا تخيلوا لو ما في جهاز مناعة ونحن بنضرب من اول فيروس بفوت على جسمنا. Chapters 15 and 16 Regulation of the Female Sexual Hormones. بهيدا التشابترز رح تتعلموا كيف الفيميل سكشوال هرمون او الدورة الشهرية تبع الفيميل يلي مدتها تقريبا 28 يوم، كيف دماغنا هو يلي بيكون عم يعمل لها كنترول، كيف عنا نحن غدة بدماغ بتفرز هرمون، هودي الهرمون بيشتغلوا على الاوفريز او المبيضات، والاوفريز هن اللي بيكونوا عم يشتغلوا على الرحم. تشابتر بيعقد، بس هون بدي اقول لكم شغلة. بسنين قبل، من زمان قبل كورونا، كنا نشرح تشابتر 1 نعمل تشابتر 15 16 لانه لهم علاقه بتشابتر 1، نرجع نلتقي على تشابتر 2. بس حاليا ما عم نعمل هيك. ليش؟ لانه المركز التربوي عم يفرض علينا ترتيب معين، والسبب انه اذا بحال هيدي السنه صار في ظروف، يعني صار في كتير اضرابات، صار في مثل السنه اللي صار في كورونا، سو رح يكونوا عم يلغوا من الدروس يلي هن حددوها بالاخير. سو كتير مهم نكون عم نشرح الدروس بالترتيب. والدليل يلي صار السنه الماضيه بال 2023، بال 2023 كان مقرر انه يندرس المنهج كامل تشابتر 1 2 3 5 6 7 وبعدين 15 16 وبعدين 9 12. سو اخر السنه بسبب الاضرابات يلي صارت المركز التربوي قرر يلغي 9 12 15 16، وكانت أول مرة بتاريخ هيدا المنهج بينلغى هيدي الكمية الكبيرة من التشابترز. وكتير مهم إنه نكون عم نشرح بالدور. وآخر شيء تشابترز 9 and 12، هون عم نحكي عن نيوروفيزيولوجي أو الجهاز العصبي. هون رح نكون عم نحكي عن شيء ممكن تكونوا اوريدي انتو اخدتوا فكرة كتير صغيرة عنه بجريد 10، الاعصاب كيف بيشتغلوا. رح تكون كمان عم نحكي عن الدراجز كيف تأثيرهم على جهازنا العصبي. هلا نحن صلنا سنتين بينطلب منا تشابترز 9 12 باول السنة، بس كرمال ظروف الاضرابات يلي عم بتصير باخر السنة المركز التربوي بيطلع قرار تاني بيكون استثنائي لكل سنة، وكرمال هيك نحن صلنا سنتين ما عم ناخد نيوروفيزيولوجي لأنه عم ينلغى من المركز التربوي. برجع بقلكن إنه عادة المركز التربوي بأول السنة بيطلع قرار شو الدروس المطلوبة، وحسب سياق السنة قديش صار في إضرابات قديش صار في ظروف ممكن آخر السنة يطلع بقرار تاني يلغي أشياء زيادة عن اللي حددها أول السنة. بالنسبة لباقي تشابترز، في تشابترز أصلاً ما كانت مطلوبة من أول ما نزل هيدا الكتاب، يعني من سنة 2000 كانت أوريدي ملغية، مثل مثلاً الإيفولوشن. الإيفولوشن ولا سنة كنا عم ندرسها. في تشابترز انلغت بال 2017 مثل مثلاً تشابتر 10، وفي تشابترز انلغت على كورونا وما بقى رجعوا ردوا. كتير مهم تعرفوا هيدا الشيء، هيدي الدروس يلي بحددها المركز التربوي وبتكون هي اللي مطلوبة للامتحان الرسمي. أما إذا أنتو عم بتقدموا امتحان دخول على حيالله جامعة خاصة، خاصة بي اي يو اي يو ال ال اي يو، ما بعرف شو الجامعات الباقية، بس الجامعات الخاصة لما بتكون عم تعمل امتحان دخول ما بيهمها المركز التربوي شو حدد، بيكون مطلوب منكم المنهج كامل. هيدا شيء لازم تحطوه ببالكم، يعني اذا انتم من الاشخاص يلي بدكم تقدموا بي اي يو بمارتش
تأكدوا أنكم تخلصوا منهج البيولوجي مع الأشياء الملغية قبل مارتش. هيدا كان الفيديو لليوم، بتمنى أنه يكون عجبكم. بليز اعملوا له شير لحدا من رفقاتكم بالتويلف ال اس بتحسوا أنه ممكن يستفيد منه، وكمان اعملوا لايك، وأنا بشوفكم بفيديو جديد.